رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، بعدين دلوقتي كمان مع الاخبار المحليه والاخبار العالميه واخبار محترفينا في الخارج. اتحاد الكره يوافق على اقامه السوبر المصري الاماراتي ومونديال الانديه يهدد الاهلي. الأخبار المسائي أشغال شاقة في المنتخب، اجتماعات مستمرة لجهاز أجاري لوضع الخطوط العريضة قبل لقاء النيجر. الأخبار الليلة ثلاث مباريات في الدوري السموحة يستضيف طلائع الجيش وبيراميدز يواجه الداخلية والإنتاج مع الجونة. اليوم السابع أجاري يعترض على إضاعة الوقت من الفرق المصرية في الدوري. الأهرام بعد اختياره لخوض مباراتي السوبر المصري السعودي، الزمالك يتعجب من رفض الدراويش مشاركته في كأس خادم الحرمين الشريفين، والإسماعيلي يحتج على تجاهله ويطالب بتطبيق اللائحة. يلا كورة حسين، لا توجد لائحة للسوبر المصري السعودي، واتحاد الكورة سينافس أو سيناقش طلب الإسماعيلي. البوابة نيوز، مدبولي وجمعة درسان الرحيل عن الزمالك في يناير. المصري اليوم، بامبو يطلب مساواته بالحضري لتمديد عقده مع الاسماعيلي. فيتو، لعنة الاصابات تصيب سداسي انفي. موقع بطولات، الفحوصات الطبيه تكشف اصابه احمد عبد الظاهر بقطع في الرباط الصليبي. الاخبار المسائي، صلاح يواصل الابداع، الفرعون يقود ليفربول لصداره البريمير ليج. الأهرام سجل هدف الفوز الوحيد على برايتون، صلاح يقود ليفربول للقمة قمة الدوري الإنجليزي ويحقق رقم جديد في ملعب الأنفيلد. الشروق، السفير البريطاني يشيد بصلاح بعد هدفه في برايتون. فيتو، تقارير صحفية، صلاح بديل ميسي في برشلونة. في الجول، غزال يشارك في عودة رائعة لفانكوفر أمام سان خوسيه المتدين. تريزيجيه محط أنظار أندية أسبانية وألمانية وفرنسية. كورة، دخية يطلب التواجد في فئة بوجبا وسانشيز. الشروق، فالفيردي وبيكي يعبران عن غضبهم من أرضية ملعب بلد الوليد. في الجول، تضارب حول مستقبل تشيلسي، تايمز النادي معروض للبيع والجارديان تنفي. الأخبار، الوحدة بطل السوبر الإماراتي، البطل يسجل ثلاثية في الشوط الأول وريمونتادا تاريخية للعين في الثاني، وركلة الترجيح تحسم اللقب. وان ثري، وزير الرياضة يكرم سفير الإمارات بالقاهرة. هنبتدي معاكم الاخبار باليوم السابع. وافق مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه هانيه بوريده على اقامه السوبر المصري الاماراتي، واللي تم اقتراحه خلال المؤتمر الخاص باستضافه مصر للسوبر الاماراتي، واللي جمع ما بين العين الاماراتي والوحده الاماراتي امبارح يوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ونظمته شركه برزنتيشن الراعي الرسمي لاتحاد الكوره. اصدر المجلس تعليماته للجنه المسابقات برئاسه عامر حسين عشان يناقشوا المواعيد المقترحه لاقامه السوبر المصري الاماراتي. وكشف مصدر في اتحاد الكرة ان في ازمه بتهدد المباراه، وهي تاهل النادي الاهلي لكاس العالم للانديه واللي هتستضيفها الامارات، وطبعا هتنطلق يوم 12 ديسمبر. بالنسبه برضو لليوم السابع، برضو قال ان المكسيكي خافيير اجاري المدير الفني لمنتخب مصر اشتكى من كتر اعتماد فرق الدوري المصري على اضاعه الوقت في المباريات، واعتبر ده ظاهره سلبيه، خصوصا طبعا ان المباريات الدوليه ما بتسمحش فيها باضاعه الوقت، وطلب ان ده يتغير ويتم تغيير الطريقه دي من قبل اللاعبين والاجهزه، وحس اللعيبه ان هم يلعبوا لعب ايجابي وسريع. ويحرص طبعا اجاري ان هو يتابع دلوقتي كل المباريات في الدوري عشان يتعرف على اللعيبه بشكل افضل قبل اول مباراه رسميه ليه مع الفراعنه اللي هتكون ان شاء الله يوم 8 سبتمبر اللي جاي، هتكون قصاد النيجر. يلا كوره، قال ان عامر حسين اكد ان مفيش اي
لا توجد أي لوائح عفواً رسمية بالنسبة طبعاً لبطولة السوبر المصري السعودي، نظرا لانها بطوله غير رسميه. وصرح عامر حسين ان مفيش اي لوائح بتخص السوبر المصري السعودي عشان نقرر مين اللي هيشارك فيها ومين مش هيشارك فيها، لان دي بطوله تعتبر غير رسميه. الاسماعيلي طبعا كان اعترض قبل كده على اختيار نادي الزمالك ان هو يخوض المباراه، مباراه السوبر المصري السعودي مع الهلال والاتحاد في الوقت اللي احتل فيه الفريق المركز الثاني طبعا بالنسبه للاسماعيلي في الموسم اللي فات، فهم شايفين ان هم كانوا الاحق في خوض المباراه دي. كمان البوابه نيوز قالت ان ابدى ثنائي الزمالك عبد الله جمعه واحمد مدبولي غضبهم على خلفيه الاستبعاد من قائمه الفريق للقاء نجوم اف سي المقرر لبكره ان شاء الله الاثنين الساعه 8 مساء، والاثنين عندهم احساس ان هم بره حسابات السويسري كريستين جعوس المدير الفني لنادي الزمالك، في ظل طبعا تكرار عدم الاعتماد عليهم في المباريات، والاثنين بيفكروا في الرحيل عن نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي اللي جاي على سبيل الاعاره عشان يهربوا من جحيم الاستبعاد عن المباريات. المصري اليوم كمان قال ان كريم بامبو اشترط على نادي الاسماعيلي ان هو يتساوى بعصام الحضري الحارس المخضرم عشان يقدر يمدد عقده مره ثانيه مع الدراويش لمده 3 سنين، وبيحق لكريم بامبو ان هو يوقع لاي نادي ثاني في يناير اللي جاي، لكن هو مستني موقف مجلس اداره الاسماعيلي برئاسه ابراهيم عثمان من الموافقه على طلباته الماليه من عدمها قبل ما ياخد اي قرار سواء بتمديد عقده او بالرحيل في نهايه الموسم الحالي. نروح للشروق. قالت الشروق ان السفير البريطاني جون كاستن اعرب عن عن سعادته بتالق محمد صلاح المنتخب الوطني الاول مع ليفربول خلال مباراه برايتون امبارح يوم السبت، ونشر كاستن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعض الصور المجمعه لاحتفالات محمد صلاح، وده كان اثناء طبعا المباراه وبعد انتهائها، وعلق عليها وكتب جدع يا ابو مكه. فيتو كشفت تقارير صحفيه اسبانيه عن نيه نادي برشلونه الاسباني ان هو يضم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر عشان يكون بديل الارجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي ليفربول عفوا نجم برشلونه. وقال موقع دوما لون اسباني ان اداره برشلونه بلغت ارنستو فافيردي المدير الفني للفريق ان عندهم نيه ان هم يضموا محمد صلاح نجم ليفربول عشان يكون بديل الارجنتيني ليونيل ميسي واللي قرب من عامه ال 32، واكد دوما لون ان محمد صلاح هو الاقرب خصوصا طبعا بسبب استخدامه لقدمه اليسرى زي ميسي وقدرته على التوجه مباشره نحو المرمى وتسجيل الاهداف. الاهرام سبورت قالت ان مجله فرانس فوتبول اتكلمت ان في مفاوضات ما بين نادي اشبيليه الاسباني والدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب خط وسط نادي قاسم باشا التركي عشان يحصلوا على خدمات اللاعب المصري. مكملين معاكم باقي الاخبار. وكوره قالت ان الاسباني ديفيد دخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد رفض المرتب الاسبوعي، وده عشان يقدر يوقع عقد جديد خلال الفتره الجاريه. وقالت صحيفه ذا سان البريطانيه ان دخيا البالغ من العمر 27 سنه بيحصل على 180 الف جنيه استرليني في الاسبوع، وعنده رغبه ان هو يزود الراتب ده عشان يقدر يجدد العقد بتاعه. وكمان قالت ان دخيا عنده يعني نية أو عنده هدف إن هو يحقق التكافؤ في الأجور مع زمايله زي ألكسس سانشيس اللي بيحصل على 5.5 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، أو بول باجبا عفوا 505، وبول باجبا اللي بيحصل على 300 ألف جنيه استرليني في الأسبوع. بالنسبه لوان تري قالت ان التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بالسفير جمعه مبارك سفير الامارات في مصر والوفد المرافق لي ممثلا في امل بوشلاخ عضو اللجنه العليا لماراثون زايد الخيري وممثلي لجنه دوري محترفين ومجلس ابو ظبي الرياضي. واتكلم اشرف صبحي عن سعادته بالصوره المشرفه اللي ظهرت عليها المباراه، واتكلم ان هي يعني بتبين الصلات الوطيده جدا ما بين الشعبين المصري والشعب الإماراتي، وإن المباراة دي تجديد للعلاقات الأخوية القوية ما بين البلدين.
دلوقتي ميعادنا مع فاصل سريع وبعد كده هنرجع معاكم وهنتابع بعديها فقرة السوشيال ميديا.